من جديد أرحب بكم مشاهدينا وأبدأ هذه الحلقة من برنامج الحدث. في الاستوديو معي الصحافي علي حميدي. صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين. طبعا رح أكون معك بنقاش مفصل بعد كلام الرئيس الحريري بالأمس وكل ما يحيط بهذا الكلام من معطيات العلاقة بالحكومة وبكل التطورات الإقليمية والدولية. وإنما بالبداية اسمح لي أيضا رحب بالدكتور النائب محمد الحجار عضو كتلة المستقبل. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور لك مدام كاترين وكذلك لصديقنا الاستاذ علي ولكل المشاهدين. صباح النور. صباح النور حبيبي دكتور محمد. بالنسبه لكلام وخطاب الرئيس الحريري بالامس في ذكرى 14 شباط ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واضح باختصار انه الرئيس الحريري رمى كره التعطيل في بعبده، أراد إحراج الرئيس عون من خلال يعني الكشف عن وقائع اللقاءات وعن اللائحة، لائحة الأسماء التي قدمها له عون. وإنما يعني في الوقت نفسه أبقى على ورقة التكليف في جيبه. ما الذي ينتظره اليوم الرئيس الحريري بعد هذا الخطاب؟ خلينا لك أنه بس هيك للتوضيح شوي صغيرة، أنه الخطاب حسب ما نراه نحن يعني هو كان خطاب واضح حازم مباشر، في مصارحة، في مكاشفة للبنانيين، خصوصا من بعد كثير من الافتراءات والاتهامات اللي نربط بالسوق السياسي خليني أقول، واللي حملت كثير من المغالطات، كان فيها كثير من المغالطات. الرئيس سعد الحريري امبارحة بكلمته بالذكرى 16 استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري أراد يوصل بتصور مجموعة من الرسائل المباشرة. الأهم أول نقطة هي أنه الخروج من الأزمة الحالية، من أزمة التعطيل، من أزمة اللي عم يمرق فيها البلد، وقف الانهيار، تنفيذ الإصلاحات، إعادة إعمار بيروت، الحديث مع اللقاء أو التواصل واللقاء والحوار مع المجتمع الدولي أو مع مؤسسة التمويل الدولية، هذا أمر ممكن وممكن جدا. هو توفرت له هذه القناعة بفعل الاتصالات اللي أجراها مع العديد من الدول العربية والغربية وهذه الدول في هذا العالم. هذا الأمر ممكن، ولكن عنوانه أن تكون هناك حكومة بشروط الدستور وبمعايير نعم. المبادرة الفرنسية. ولكن دكتور يعني الرد الذي سارعت بعبدة إلى إطلاقه بعد هذا الكلام، وسواء من بعبدة وحتى يعني نواب التيار الوطني الحر كلهم، لا يوحي بأن هناك أي جديد. ومش هيك بلشت السؤال والحوار بما الذي ينتظره الحريري، لأن بالنهاية نحن كلبنانيين بدنا نعرف ما الذي ينتظرنا. يعني كرة التعطيل ترمى من مكان لآخر حتى بعد هذا الخطاب وكل ما قيل فيه، بعدنا على نفس النغمة. يعني كرة التعطيل ترمى من بين بعبدة وبيت الوسط، ماذا بعد؟ ماذا ينتظر الحريري اليوم؟ أي خطوة؟ هل ينتظر شيء من عون؟ هل ينتظر شيء من حزب الله؟ هل ينتظر شيء من السعوديين؟ هل ينتظر شيء من الأمريكيين؟ ما الذي ينتظره؟ الذي ينتظره الرئيس سعد الحريري هو ما ينتظره اللبنانيون، أي أن تكون هناك حكومة بالشروط التي تحدثت عنها، ليس شروط سعد الحريري، هي شروط المجتمع الدولي وهي شروط الدستور. هذا النقطة الأساسية بتصور في هذا الخطاب أو في هذه الكلمة، طبعا رد على الكثير من المغالطات والادعاءات والاتهامات بمصادرة حقوق المسيحيين أو حقوق رئيس الجمهورية إلى ما هنالك من أمور. اليوم نحن ننتظر أن يبادر فخامة الرئيس ميشيل عون إلى تلقف ما قاله البارحة الرئيس سعد الحريري. ننتظر أن يساهم الأفرقاء السياسية الداخلية بأن تقوم بدورها في تحمل مسؤولياتها عبر المساعدة على تسهيل تأليف الحكومة اللي موقف اليوم عند رئيس الجمهورية. نعم، ولكن الردود التي أتت بالأمس على هذه الكلمة هل توحي بأن هذا الأمر ممكن؟ يعني هذا الأمر يجب أن يكون مع المحل آخر كاترين. يعني نحن بعدنا عم نحكي أو نحاول يعني نجهل وين المشكلة وكيف حلها. المشكل بأنه في مسودة وزارية موجودة حسب قدمها سعد الحريري مع حفظ الألقاب إلى ميشيل عون. هذه المسودة يجب النقاش فيها إذا كان هناك من ملاحظات على من رئيس الجمهورية على أسماء فيها. الإصرار فريق رئيس الجمهورية
إصرار جبران باسيل، خلينا نحكي الأمور كما هي، إصرار الوزير جبران باسيل عبر رئيس الجمهورية على الحصول على الثلث المعطل، هذا الأمر لن يكون، مش لأنه فقط الرئيس سعد الحريري ما بده أنه يستعيد التجارب الحكومات السابقة واللي أنتجت ما أنتجت من دمار وخراب بهذا البلد بفعل الكثير من الأمور، ولكن المجتمع الدولي اللي عم بيعلن صراحة والمبادرة الفرنسية واللي أعلن الوزارة الخارجية الفرنسية أعلنت صراحة بأنه تريد حكومة اختصاصية لحزبيين بدون زلزل معطل، هذا الأمر هو مطلب من هذا المجتمع الدولي اللي بدونه ما فينا نحصل على المساعدة اللازمة. طيب دكتور، يعني اليوم نعم اسمحي لي شوي، نحن مشكلتنا اليوم بأنه ببلد منهار يعني بينزل كرمال يعني بناس بشوت ليبر يعني او قعر يوصل له او نكاد نكون وصل له، لا نخرج من هذه الازمه، بدنا مساعدات دوليه، بدنا مساعدات عربيه، هذه المساعدات مرهونه بتحقيق مجموعه من الشروط، هالشروط هي اللي عم بقول لك عنها اللي حكى فيها الرئيس الفرنسي ماكرون بشكل غير مباشر وتحدث فيها بشكل مباشر وبشكل واضح وبيان طلع عن الخارجيه الفرنسيه وقت كانت عم تصير نقاشات بموضوع حكومه اللي كانت للرئيس السابق او الرئيس الحكومي المكلف الرئيس المكلف السابق مصطفى اديب. هيدي الامور يجب على الكل انه يشوفها، يعني ما في يضل يقول رئيس الجمهوريه انه والله انا في صادره صلاحياتي وانا بدي اسمي وزراء شو بده يسميهم؟ اللي عم يجي يقول عنه رئيس الجمهورية علما انه الاسماء اللي موجودة كما قال امبارح الرئيس سعد الحريري هي انتقد من اللائحة اللي رفع ايده الرئيس طيب دكتور فيها. يعني بعيدا عما قاله علنا الرئيس الحريري، كان لافتا انه لم ياتي ابدا على ذكر حزب الله، علما انه بالاشهر الطويلة الماضية دائما كل التحليلات كل يعني المواقف السياسية كانت تشير إلى أن المشكلة هي حزب الله وهي الضغوط التي يمارسها الأمريكيون على حزب الله ويمارسها حلفاؤهم أيضا في المنطقة والسعودية تحديدا على حزب الله. لماذا لم يأتي الرئيس الحريري على ذكر الحزب مع العلم أنه اليوم نسمع كلاما كثيرا أنه بخلال جولة الرئيس الحريري الأخيرة سمع كلاما أنه المطلوب حكومة من دون حزب الله، حتى موضوع الثلث المعطل المقصود منه عدم إعطاء هذا الثلث لأي من حلفاء حزب الله، كيف تفسر هذا الأمر؟ مدام كاترين ليش عم نرجع نحاول نبرم بنفس الحلقة المفرغة؟ ما أصلا حزب الله غير موجود، ما في ولا طرف سياسي بده يكون موجود، يعني ليش بدنا نطرح الأمور بهالشكل؟ كيف ستقنع اللبنانيين بأن الرئيس الحريري أقنع حزب الله بأن يختار له هو أسماء وزرائه؟ لما بيمضي كيف سيقتنع اللبنانيون بهذا الأمر؟ لما بيوقع رئيس الجمهورية على مسودة تشكيل على 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 براسيم تشكيل الحكومة بيتضح كل شيء أمام الجميع، بيتضح بأنه فعلا ما في حدا مسمى حدا. امبارح كان واضح الأستاذ وليد جنبلاط امبارح لما باللي حكاه إنه قال بشكل واضح ومباشر، حتى قبل منه الأستاذ مروان حمادي قال بشكل واضح بأنه نحن لم نسمي العضو الدرزي في الحكومة أو المسمى بالحكومة، هو الرئيس سعد الحريري هو اللي سماه. الرئيس سعد الحريري عم بيسعى حتى يكون فيه بتشكيل الوزارية اللي بدها تكون اختصاصيين لا حزبيين، ما بده انه يكون في ناس وزراء معاديين للاحزاب او معاديين للافرقاء السياسيين او معاديين للزعمات، ما هذا اللي بده اياه، بس ولكن بده يكون في وزراء وقت بده يتخذ قرار بمجلس الوزراء مش يستأذنوا يظهروا لبرا او ما يستأذنوا يظهروا لبرا على الكوريدور او غرفه ثانيه ليتصلوا لحتى ياخذوا اذن بتمرير هذا المشروع او ذاك، خصوصا وانه في مجموعه من القرارات كما قال سعد الحريري امبارحه قال بأنه في مجموعة من القرارات المهمة المنتظرة من الحكومة عليها تاخذ قرار فيها، وبالتالي حصول أي طرف على ثلث معطل أو حصول أي طرف أو تسمية أي طرف لوزراء تابعين له هيدا مش رح يسهل. ولكن سألتك دكتور يعني كيف تمكن الرئيس الحريري من إقناع حزب الله بأن يختار هو له وزراءه؟ يعني لم يتمكن من إقناعه بمسألة مثلا وزارة المالية، كيف تمكن بإقناعه بموضوع الأسماء من يختار هذه الأسماء؟
هلا تفاصيل شو لا لانه هذا موضوع اساسي اليوم. اليوم التيار الوطني الحر يقول انه الكل اختار وزراءه الا الرئيس عون، عم بيقولوا جملات اختار الوزراء والحقائب، ايضا الثنائي الشيعي يختار، يعني هم غير مقتنعين بانه الحريري هو الذي اختار هذه الاسماء. معلش يعني انه هالحديث بهذا انه منهم مقتنعين، هذا فقط لتضييع الشنكاش، نحكي بصراحه لتضييع الشنكاش لحتى يقولوا نحن بدنا، شفتوا انه غيرنا ما عمل هيك وغيرنا عمل هيك نحن ما بيعطونا لنا، يعني اظهار الامر دائما هذا الطريقه اللي بيتبعوها التيار الوطني الحر، بانه يعني تصوير نفسهم دائما بانه هن الضحيه، بانه هن المغلوب على امر والكل بدي يزيحهم او بدي يشيلهم، لا مش الامور هيك. اولا واخيرا كاترين، ليه بدنا نبرم، برجع بقول لك ونبرم حول الامر. في اغلبيه، في اكثريه نيابيه موجوده للتيار الوطني الحر وحلفائه، اذا كان تبين بانه في ابن ست وابن جاريه بهذه التشكيل، ما قادرين يشيلوا ما يمنحوا الثقه للحكومه وبالتالي يسقطوها بالمجلس. ليه بدنا يعني نلوفك بهالامور هاي ونداور ونبرم بهالامور هاي؟ الامور واضحه، عندكم الاكثريه بالمجلس النيابي هذا الفريق، اذا كان فعلا تبين بانه في ناس تسمى لهم هيك والناس بس مسموح لتسميتهم، قادرين ساعتها يروحوا يمنعوا الثقه عن او يحجبوا الثقه عن الوزاره وبالتالي الحكومه بتصدر. اذا اليوم لم يعد للرئيس الحريري ما يضيفه، هو ما زال ينتظر رد الرئيس عون على مقاله. نعم تماما، وينتظر كذلك المساهمه والمساعده من قبل الافرقاء السياسيين الاخرين لاقناع الرئيس ميشيل عون. من المقصود تحديدا؟ من بامكانه اقناع الرئيس عون؟ حزب الله من الافرقاء اللي بيقدر، الاحزاب السياسيه الموجوده والمتحالفه واللي عامله ورقه تفاهم بينه وبين التيار الوطني الحر بيقدروا انه كذلك يساهموا بهذا الامر. بالنهايه البلد لما عم يتدمر رح يتدمر على راس الكل. نعم، والا يعني اذا لم يحصل هذا الامر، عفوا، اذا لم يحصل هذا الامر سوف نكون امام اي واقع الخراب. ساعتها الذي اللي قالوا الرئيس سعد الحريري اللي عم بيعرقل تشكيل الحكومه ويمنع اصدار المراسيم هو سيتحمل مسؤوليه خراب البلد، هذا اللي عم نحكيه. نحن برجع بقول مش الرئيس سعد الحريري عم بيحاول يتحدى حدا، ولا الرئيس سعد الحريري عم بيحاول يكسر راس حدا او عم بيحاول يجبر حدا، لا، الرئيس سعد الحريري بلقاءاته باتصالاته شاف وكل اللبنانيين شافوا بانه في فرصه وحيده هي فرصه المبادله الفرنسيه اللي عم تقول لك بالعربي والمشرح والمباشر، عم تقول لك هي والدول العربيه المنتظر انه منها تساعد، انه نحن اذا ما كان في حكومه تحوز على ثقتنا، على ثقه اللبنانيين وعلى ثقتنا نحن، حكومه اختصاصيين لا حزبيين اكفاء بيعملوا فريق عمل منسجم بيقدروا يقوموا بالمطلوب منهم من الاصلاحات، وانا اضافه الى المهام الاخرى اللي تحدثنا عنها، ما بعطيك، مش راح نمد الايد لكم ولا راح يكون في اي مساعده للبنان، وبالتالي بنكون خربنا حالنا اكثر واكثر. عشان هيك اللي عم نقول اليوم، هذه الفرصه على الجميع تلقفها، في مجلس نيابي في عنده اكثريه، هذا الفريق عنده اكثريه فيها، يتفضل اذا ما عجبوا الامور يشيل الثقه مجلس نيابي، ولكن حجب اصدار المراسيم التشكيل بالشكل اللي شايفينه هلا نحن، هذا عم بيزيد البلد خراب وعم بيزيد اللبنانيين عم بكثر من الهجره وترك البلد والفيلا، لانه هذا الامل بمستقبل جيد لهذا البلد شايفينه اذا استمرت الامور على ما هي عليه من فريق رئيس الجمهوريه، من فريق التيار الوطني الحر وجبران باسيل على راسهم، يعني ما حتى نوصل لاي مكان نعطي هذا الامل. نعم دكتور محمد، يعني الازمه على مستوى كبير جدا من التعقيد كما هو واضح، لا ثقة بين الرجلين أبدا، بل أزمة الثقة تتعمق أكثر فأكثر خاصة بعد خطاب الأمس. السؤال الذي نسأله دائما ونطرحه يعني على كل نواب المستقبل والقريبين من بيت الوسط، لماذا يتمسك الحريري بورقة التأليف رغم قوله أنه الكل يضع العراقيل أمام مهمته؟ لماذا هذا التمسك وإلى متى؟ لأنه يريد مصلحة الوطن، يعني نفس السبب اللي خلى سعد الحريري بالفترات السابقة يقوم بتضحيات وسماها البعض تنازلات، كان همه أنه يخلي البلد يقلع الدولة تستمر فيه، شايف اليوم أنه آخر 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 شيء ممكن لإنقاذ هذا البلد هو بالتلقف المبادرة الفرنسية. هذه المبادرة الفرنسية اللي عم تحكي باسم عدد اسم كبير من هذا المجتمع الدولي وباسم
المجتمع العربي والعالم العربي تحديدا الدول العربية المعنية، هذا المجتمع العربي والدولي يريد اليوم أن يرى هكذا حكومة، وبالتالي رئيس سعد الحريري هو مصر على الوصول إلى هكذا حكومة. إلى متى سيبقى متمسكا بهذا الموقف؟ إلى أن يعني يكون هناك إذا بدك عودة وعي، عودة صحوة أو صحوة وطنية عند الفريق اللي عم بيعطل بعني بذلك جبران باسيل من عبر رئيس الجمهورية. نعم، سؤال أخير، السعودية أين هي من كل ما يجري دكتور؟ وهل صحيح أن الرئيس الحريري ما زال يفتقد للضوء الأخضر من المملكة وهذا نقطة ضعف في مهمته من أجل تأليف الحكومة؟ يعني بتعجب بهذه المواضيع، اللي عم بيعيق تأليف الحكومة عم بقول لك هو رئيس الجمهورية وهو الوزير جبران باسيل عبر رئيس الجمهورية، اللي ببت يعني اللي مثل ما بيقولوا عفوا من التعبير انه المي بتكذب الغطاس، خلي يوقع مراسيم التشكيل وبيجوا ساعتها انه اذا كانت السعوديه موافقه ولا ما موافقه. بس انه الحديث بانه التحجج او رمي بالسوق انه والله لانه السعوديه بدنا رضيانه او السعوديه رضيانه عم يتاخروا، هذا الامر كذب، هذا الامر افتراء، هذا الامر تضليل. ولكن إذا كان كذلك يعني لماذا لا تحصل هذه الزيارة إلى السعودية؟ هو يقوم بالجولات العربية، السعودية ليست من ضمن هذه الجولة، وهذا يطرح بالمنطق علامات استفهام أيضا لدى كل المتابعين. المملكة العربية السعودية دولة عربية أساسية دائما وقفت معنا ودائما ستكون دائما إلى جانبنا. نعم هناك من في داخل هذه داخل السلطة الحاكمة من يتهجم على المملكة العربية ودورها ويتنكر لما قدمته للبنان، عامل مشكلة بيننا وبينهم، بين لبنان الرسمي إذا بدك وبين المملكة العربية السعودية. نعم في هذه المشكلة موجودة، بس إذا كان قصدك بالحديث، بس إذا كان السؤال هو علاقة الرئيس سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية، بتقول لك هذه علاقة جيدة. الزيارة ستكون في الموقع في الموعد الذي سيحدد بعد تشكيل الحكومة، يعني في حال تشكلت وليس قبل ذلك، وربما قبل، يعني ما في شيء. يعني أنا عم بقرأ بالبعض الصحف اليوم بأنه والله ما رح يصير في زيارة إلا بعد، لا ما في، هذا الحديث يعني يعوز الكثير من الدقة. طيب هل سينشر الحريري لائحته الخاصة؟ ما بتصور، يعني لو بدي يحكيها كان حكيها الرئيس سعد الحريري. نعم شكرا. أنا بقول لك شغلي بس، أنه الرئيس سعد الحريري يعني إذا بدك كشف وعمل مصارحة في بعض الأمور اللي بتتعلق بحديث رئيس الجمهورية عندما اتهم الرئيس سعد الحريري بالكذب، بأنه ما أعطاه أي مسودة أو أي ورقة له من بأسماء وزراء أو بأسماء شخصيات برشحها لتكون وزراء وكشفها. بس بقول لك انه في شغلات كثير بعد عند الرئيس سعد الحريري ممكن يكشفها بالوقت المناسب في حال اضطر لذلك. شكرا للدكتور محمد الحجار، أنا في كتلة المستقبل، على هذه المقابلة في برنامج الحدث.